انتقل بك إلى صحيفة الصيحة، ومنها نقرأ: مجلس البجا يكشف آخر تطورات التفاوض مع الحكومة. نفى القيادي بالمجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة صادق المليك أن تكون هنالك اجتماعات تمخضت عن بشريات حول أزمة الشرق، وقال المليك: علمنا بتكوين لجنة حكومية للتفاوض مع البجا، وطلبوا أن يحضروا إلى كسلة، لكننا أبلغناهم بقيام اجتماع لنا غدا الأحد، وأن هنالك لجنة متابعة للمجلس الأعلى للبجا بالخرطوم يمكن الرجوع إليها والتباحث معها. وكشف المليك أن اجتماعهم غدا سيناقش مجمل الأوضاع في السودان وتقييم فترة إقلاقه من الشرق للأيام 38 الماضية، وكذا أنهم سمحوا خلال الأيام الماضية لكل الشحنة الدقيق بالمرور، ونفى أن يكون الإقلاق بسبب أزمة في الدقيق بالخرطوم. كيف تقرأ هذا التصريح يعني من الملك؟ نبدأ بآخر نقطة، بأن هذا الإقلاق لم يسبب أزمة في الدقيق بالخرطوم، ما صحة هذه المعلومات؟ من ثم نعود. هذا ليس صحيح. ما الصحيح؟ الأزمة معاشة، ويعني يعاني منها الناس الآن بشكل واضح جدا. هذه يعني لا يمكن إنكارها أبدا يعني. فكيف يكون الدقيق منساب وبالكميات الوافرة التي يعني تكفي حاجة الناس، وتكون هنالك يعني أزمة بهذا الشكل واضح جدا؟ يعني أنا لا أعتقد إنه هذا الكلام غير دقيق. يعني ما زال الإغلاق يعني يؤثر بشكل واضح وكبير جدا على احتياجات الناس المعاشية، ليس في الخبز وحده، إنما في كل الاحتياجات الأساسية الأخرى، منها أيضا الكهرباء. الكهرباء ستدخل في أزمة كبيرة جدا يعني، وبالفعل بدأنا يعني نتلمس هذه الأزمة، حيث بدأت قطوعات لأزمان طويلة جدا يعني بعد أن كانت قد استقرت نوعا ما بشكل. هذا هو خبرنا القادم. لكن يعني أستاذ حيدر، المجلس الأعلى قال إن لديه لجنة في الخرطوم يمكن الرجوع إليها والتباحث معها، هل يعني هذا أنهم مستعدين للجلوس وحل المشكلة؟ كيف تقرأ هذه النقطة؟ والله أنا أعتقد أنه يعني كويس، هذه خطوات إلى الأمام يعني أفضل كثيرا من الوضع الذي كانت يتمدرس حوله المجلس الأعلى أو تنسيقية الشرق. من الجانب الآخر يعني بعد خارطة الطريق التي يعني تقدم بها رئيس الوزراء حمدوك، والتي جاء فيها يعني أنا أعتقد أنها كانت خطوة موفقة جدا ومميزة، يعني حاول أن يفصل المسار التنموي في الإقليم عن المسار السياسي، لأنه في كل الأحوال لا ينبغي أن يعطل المسار السياسي المسار التنموي. الشرق حقيقة يحتاج إلى مشاريع تنموية يعني تقيل عسرته من حالات الفقر والشظف والمرض التي يعني ظل يرزح فيها لعقود طويلة منذ استقلال السودان. صحيح. طيب هنالك يعني خلية أيضا كونها رئيس الوزراء، أعتقد أنها برئاسة بروفيسور ياسر عباس وزير الري، لتولي ملف الشرق. ويعني في تصريح للبروف ياسر عباس عن أنه هنالك تواصل، يعني يجري تواصلات مع، تتوقع حلا سريعا يعني في هذه الأزمة، يعني في هذه الأيام بشريات من حلول سريعا؟ هذه يعني عليها تحفظ، لكن اعتقد انه الامور ستمضي بخطوات باتجاه الحل.